من ساعة ما شفته معاكي في المستشفى وأنا مش مطمن. دماغي فضلت تودي وتجيب، بس قلت لا، مالك مش ممكن تعمل كده؟ مالك مش ممكن تضحي ببنتها علشان خاطر راجل أيا كان الراجل ده مين؟ ومين قالك إني هضحي ببنتي؟ عشان أنا مش هسمح إن بنتي تعيش مع جوز أم. وأنا مش هسمح إن بنتي تعيش مع مرات أب بتكرهها. أنا ما كانش ينفع إن أنا ما أتجوز، أنا راجل وليا احتياجاتي. احتياجاتك ونزواتك مش موضوعي. أنا ما بتكلمش عن النزوات، بتكلم عن واحدة تبقى جنبي تشوف أكلي لبسي. خدامة يعني؟ ولا تعمل كده لجوزها تبقى خدامة؟ ما هو الحاجات اللي أنت بتطلبها دي ممكن تعملها أي واحدة بمرتب من غير ما تشيل أي مسؤولية. أوعدك إن أنا أعمل ده، بس لازم أنت كمان توعديني إنك تفكري في موضوع الجواز. عايزة إيه؟ أنت إنسانة ناجحة وعندك شغلك وبنتك، مالين عليك حياتك، ليه الجواز؟ بحب يا حازم. ايه؟ استغربت قوي ان عندي قلب ممكن احب. انت ما بتعرفيش تحب يا ملك، انا واثق من ده. اهو ده عيبك انك على طول واثق. انا بتكلم عن تجربة عشتها. وانا بتكلم على تجربة عايشاها. انا اذنك. يا ريت تراجع نفسك يا ملك، مش عشان رنا. رنا موضوعها منتهي. بالذوق بالعافيه هاخدها. تضطر بقى السما على الارض، برضه مش هتاخد رنا مني. حاجه واحده بس اللي ما تخلينيش اعمل كده. اني ما اتجوزش، صح؟ دي مساومه بقى. وليه ما تقوليش ان انا بحافظ عليكي؟ تحافظ عليا من ايه؟ بحافظ عليكي من نفسك. اي حاجه وكل حد. مش عشان انت ام بنتي، لا، عشان بحبك. انا عمري ما حبيت في حياتي حد قد ما حبيتك ملك. انا بعمل كده علشان تفضلي قدامي. نفسي يجي يوم تقولي فيه ان احنا نرجع لبعض ونبدا من جديد. ده الحلم اللي انا عايش بيه يا ملك. ده الحلم اللي ممكن انتهي لو اصبح مستحيل. عشان خاطري، عشان خاطر رنا. ملك انا مش بس بحبك، كمان بعشقك. عارفه يعني ايه بعشقك؟ يعني انت كل حاجه في حياتي. انا ممكن اعمل اي حاجه في الدنيا عشان ما تضيعيش مني. ارجوك يا ملك، عشان خاطري. ايه يا حازم؟ عشان خاطري. اللي انت بتعمله ده ما يصحش. قوم اقف. عشان خاطري حازم، قوم اقف. اللي انت بتعمله ده ما يصحش. قوم ارجوك. قوم اقف يا حازم. يا حلاوه يا حلولي، ايه اللي انا شايفاه ده؟ ايه الطعامه دي منك له؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ ده حاجه فيري كيوت خالص. مش كنت تقول اتاخر حبه؟ ولا اجيب معايا حد في ايدي بيعرف يزغرط؟ ولا على ايه؟ انا بعرف ازغرط زي القرد. ولا